يحرص دائما ولاة الأمر سيدي خادم الحرمين الشريفين ومتابع من سمو ولي العهد الأمير أن يحظى جميع أبناء وطننا الغالي بأفضل الفرص وأحسن الخيارات بشكل مستمر ودائم إن شاء الله. وستتحول هذه أزمة في التاريخ يثبت مواجهة الإنسان واحدة مع الجدائد التي تمر بها البشرية. معالي الوزير أحمد ماجد حقيقة على ما يقوم فيه من أعمال جميع المملكة، لكن في منطقة الجمران وما نمس من متابعة وتواصل دائما لخدمة المنطقة وأهلها. ألف مبروك. الله يبارك لك فيها إن شاء الله. الله يعطيك العافية. أتقدم بالشكر إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي العهد على ما بذلوه. الحمد لله حن في نعمة وشكر، وهذا اللي استفدنا منه الحمد لله مرئي قدام، لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم فقط يضعون هدف ويحققونه بكل سهولة. لا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.